السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلابنا الأعزاء، طلاب الصف الثالث الثانوي. يا رب تكونوا بخير كده يا جماعة وصحة وسلام. مبدئيا كده رجالة، والله الفيديو الصغير ده عشان نطمنكم بس ونقول للناس كام كلمة كده إن شاء الله في نهاية السنة. طيب يا جماعة، السنة دي يعني بالرغم من طولها إلا والله إلا إنها كانت من أحب الناس على قلب الواحد. وهو دايما يا جماعة إحنا بنقول إن على قدر المشقة اللي إحنا بنشوفها في العمل بنحس بقيمة العمل اللي إحنا عملناه. انا عارف والله ان الناس تعبت وان الناس شافت كتير وان انتوا يا جماعه تحملتوا ما لا يتحمله اي طالب، وده بصراحه يا جماعه يشهد ليكم بيه. ولذلك بس في اليوم الاخير قبل امتحان الكيمياء انا حبيت اقول لكم على حاجه. اولا يا جماعه طبعا انا كنت سعيد جدا بصراحه على المستوى الشخصي ان انا اتعاملت مع ناس كتير السنه دي من طلاب المحافظات، سواء من طلاب محافظه القاهره او محافظه الجيزه او حتى الناس بس اللي شفناها او تعرفنا عليها من خلال اليوتيوب. فاول حاجه يا جماعه بطلبها منكم ان انتم ما تكونوش زعلانين مني في اي حاجه، لان انا بصراحه على المستوى الشخصي اكيد يعني احنا يا جماعه بشر وكلنا عيوب، واكيد انا قصرت واخطات في حاجات كتير. فانا احب اقول للناس يا جماعه في النهايه ان انا لو صدر مني قول او فعل ضايقك او حسسك ان انت مثلا متضايق او زعلان من مستر خالد، فمبدئيا انا بعتذر عن اي سلوك او فعل على مدار السنه. ممكن ابقى في مره كنت متنرفز، ابقى مثلا كنت متضايق من حاجه فاتكلمت باسلوب انت تحس ان هو مش كويس، فانا بعتذر لك عن اي حاجه ضايقتك مني، دي اول حاجه، واطلب منك الصفح والسماح. وبقول لك دايما برضو اوعى تنسى ان احنا بشر، فانا زي زيك بغلط. واحنا قلنا يا جماعه سامح اماك سامح اخاك اذا خلط منه النصيحه بالغلط، واقن الوفاء وان اخل بما اشترطت وما اشترط، واعلم بانك ان طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. مفيش واحد فينا يا جماعه له الحسنى فقط، انا اكيد عندي عيوب وعندي تقصير وعندي طبعا كلام كتير جدا. فانا بعتذر يا جماعه عن اي تقصير حصل مني او عن اي اساءه بدون قصد، والله انا لم اقصد تماما ان انا اضايقك او اخليك زعلان مني. ده اللي انا كنت عايز اقوله لك بكل بساطه، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه يا جماعه بالنسبه للمراجعه اللي احنا نزلناها، انا بنصح الناس وباكد تاني الفيديو اللي نزل النهارده الصبح، وان شاء الله كمان في فيديو هينزل على الساعه 6. الفيديوهات دي مهمه جدا، فيها مجموعه من الافكار طبعا رائعه. مجموعه الافكار دي ارجو ان الناس تشوفها كويس، تتابع، تعمل اللي عليها يا جماعه. وباكد تاني يا جماعه ان العمل اللي احنا عملناه على مدار السنه ما كان فيه من توفيق واحسان فمن الله ورسوله، وما كان فيه من خطا او زلل او نسيان فمني ومن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واحب اقول لكم في النهايه يا جماعه اوعوا تنسوا يكون ده دأبكم ان شاء الله في الحياه الدنيا. اولا ما تقلقوش بالنسبه لامتحان بكره يا جماعه، خشوا الامتحان وانتم واثقين بالله. احب اقول لك بس ان باذن الله ربنا سبحانه وتعالى عمره ما ضيع تعب حد، ربنا سبحانه وتعالى عادل، ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، عمره يا جماعه ما هيرضى ان هو يظلمك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول عن نفسه وما الله بظلام للعبيد، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم احد. وبالتالي انت داخل امتحانك وانت مطمن باذن الله، وصدقني ربنا سبحانه وتعالى هيثبتك ويسدد خطاك. الحاجه الاخيره يا جماعه اللي بننهي بيها ان شاء الله السنه بتاعتنا، اذكرك ونفسي بالكلمه الطيبه، تواصوا بالكلمه الطيبه يا جماعه، واياكم والكلمه الخبيثه، ولا تنسوا قول الله تعالى. اوعوا تنسوا يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى دايما بيوصينا بالكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه هي الزرعه الطيبه اللي انت هتجني ثمارها في الحياه الدنيا وفي الاخره، فتواصوا بيها يا جماعه، بلاش نأذي بعض بكلام ملوش لازمه. انا في النهايه بقول لك لو انا قلت اي كلمه ضايقتك ارجوك سامحني وما تتضايقش مني، واذكرك واذكر نفسي بقول الله تعالى في كتابه العزيز في سوره ابراهيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا
يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. نشوفكم دايما على خير يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.